مكان. عدنا من جديد، إن شاء الله الناس يكونوا قاعدين متابعين معنا. سياحة عامة في السودان حتكون فقرة ثابتة في صباح الشروق، حنمشي منطقة الليري في تقرير ونعود. ما أن تدخل حدود محلية الليري حتى يتعلق قلبك بالجمال والخضرة. تقع الليري في الجزء الجنوبي الشرقي لولاية جنوب كردفان، يسكنها أناس طيبون يفيضون كرما ونبلا لا تراهم إلا والبسمة تعلو شفاههم. يرفضون العنف في حل مشكلاتهم ويمنون أنفسهم باستدامة الاستقرار وبتنمية منطقتهم. التعايش السلمي هو ضرورة اجتماعية يعرفها أهل الليري، مما جعلهم يعيشون في وئام وانسجام. فإنسان الليري يعرف كيفية الحوار والتواصل الإنساني بكل تحضر. قسم محفوظ يجعل من كل مقيم في المنطقة ليراوي، أصالة ونسبا لهذه المنطقة، وبذلك منع الليري التجاذبات القبلية والجهوية. قسم يحمي المنطقة والنفس والزرع والضرع من كل الأخطار، فيزع بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. يميز منطقة الليري تمازج اجتماعي فريد يجعلها شجرة باسقة تعلو على نظيراتها من باقي المناطق، يحكي قصة مدهشة عن التعايش والسلام الاجتماعي. هنا تجتمع قبائل النوبة، الحوازمة والكواهلة في هذه الأرض، وقبائل أخرى جاءت إلى المنطقة راغبة في التجارة والرعي من كل بقاع السودان الكبير، جنوبا وشمالا شرقا وغربا، واستقرت في هذه الأرض الطيبة ليؤكد إنسان الليري أنه كامل الإنسانية لحبه وتعايشه مع الآخر من أي مكان، وليشكل أهل الليري سودانا مصغرا في منطقتهم أصبح نبراسا وضربا للأمثال في التعايش. عصب الإدارة الأهلية يتكون من إمارة وست عموديات وأكثر من 60 شيخا يمثلون قبائل ومناطق الليري، ويقع على عاتقهم حل المشاكل التي قد تنشأ بفعل التداخلات التقليدية القليلة جدا، مثل دخول الماشية على المزارع، ولديهم أعراف معهودة تحل بها هذه المشكلات بسلاسة ورضا. كل من يزور الليري يمني النفس بانتشار هذا النموذج التعايشي في كل أنحاء السودان، فما أحوج الوطن إلى هذا المثال الخالص من الود والتآلف وقبول الآخر. كل التحايا لكم مشاهدي صباح الشروق في كل مكان، وهذا هو السودان بكل هذا التنوع الجغرافي اللي بيشكل الذات السودانية والوجدان السوداني. بيتمنى دائما انه هو يكون الوجدان الجامع للجميع والموحد لهذا السودان.